نتخرج العام 87. عام 87 ما تنجح التنمية والتطور الاقتصادي إلا بالحماس وبالثقة في النفس. واللي صاير توا هو اليأس. وإذا كان فما اليأس عمره ما يكون فما تطور اقتصادي. وقت بدينا عام 87 وقت كان سيستماري تفكر وقت الأراضي اللي تفرقت بسرعة وكان ولو 86 كان أزمة كبيرة أكثر من الأزمة هذه. الناس كل الاستثمارات على صارت ولو الناس تتعارك اللي مش ياخو أرض مش يبني وتي معناها وقتها فما حماس الناس كل هم علاش خاطر وقتها تخذت قرارات شجاعة وثورية وقتها بتولى عام 87 مش باش نذكرها لا بن علي ولا غيره أنا مش واحد نتحدث اللي صار قد قد معناها صارت أمنيستي فيسكال وصارت أمنيستي كنترول دي شونج معناها وصارت بعض قرارات أخرى وتشجيعات اللي يستثمر في الجنوب وقتها مشينا احنا كما سي حشاد وكما كثير منهم وصار معناها تقدم كبير في السياحة الصحراوية مع من رغم معناها التعطيلات تاع الإدارة إذا كان فما مسؤول على عدم تطور معناها الاقتصادي هي الإدارة هي فهمت ولا لا وهي ودائما فهمت ولا لا أنا ضد توصل أسار تقدمت وصلت السياحة الصحراوية نجحت نوعا ما ولا تدخل تقريب 130 مليار بيس في العام وقت يتكلموا على ديفيسيت تكون تاع تونسات وقتها هذه الغلطة هي الكبيرة اللي اون ديسكوت معناها ديفيسيت دون سوسيتي اون ريزون با ماكرو ايكونوميكمون ما كان اش بيه برا تونسيان ديفيسيتير اذا كان فما دوفيز قاعدة داخلة فما معناها فلوس اخرى على خاطر كل كيفاش تطور هو التجريب كيفاش ولا فما بناءات وفما معناها طورت البلاد بصفة عجيبة على خاطر معناها الناس فهم معناها تخلق فهمت ولا لا هكا ان لوبي اوتور فهمت ولا لا ما تنجموش تتصور الفلوس اللي دخلت من عمال هنا في الخارج الديار اللي تبنات بمليارات فهمت ولا يجيش واحد يحط فلوسه معناها في كانت هي نقطة معناها تجريد كان نقطة صح فيها كان لحناش كما قالوا فهمت ولا لا وفيها الذبان كيفاش ولات هذا كل على خاطر تخلق الحماس وهذوما مثلا شكون اللي هلك او قلت معناها كذلك هو هي تونسان معناها عمرهم ما فهموا شنو معناها الترونسبور معناها ما فهموش ها دراجو ما عندكش كليون سك الاخرى دراجو اعمل هكا هو الترونسبور سي ان موان سو ني با اون فان اون سوا ينجم ما فماش وزاره تاع الترونسبور مش لازم فهمت ولا خاطر سي ان موان قلت لك نجم تكون خاسره الدولة هي بالمجد معناها يزاد تفهم اللي خاطر كله هو كده واحد رئيس مدير عام مثلا تاع تونسير ولا غيره معناها يقول لك انا باش نزاد نكون حسن التصرف يلزمك تخليه تعرف الرئيس ديالك التصرف نتاعك ولكن انا اون طون كيتا معناها جو كوفر لو ديفيسيت شنو معنى 2 مليار و 3 مليار شنو حكايه فارغه اذا كان عندك قلت لك 130 مليار يدخل دوفيس معناها لو توريزم صار مي با ديفيسيتير معناها ولو بالمعنى ما اللي ما وصلش والان ولا لا ازمه كبيره ولا لا موجوده وحتى حد هي جنيه تو نبداو حتى باللي عندنا مثلا في العطل علاش تونسير ما تحطش طيارات وتعمل دعايه تحط يا سيدي تحط دي بوينغ يا سيدي دائما ها فما 30 سور لا ليست داتون نستناو تزيد تحط طيارة أخرى. يسم هي بروجرام تقول يا سيدي تتفاهم مع ليزاجونس دو فواياج تاع تونس وتحط معناها دي بوينغ تو تشوف قداش معناها توانسة يعبيو وعملنا تجربة معناها عملنا احنا دعاية تصير بالجمعية نتاعنا عملنا دعاية معناها هناك كري ليفينمون إي بيان قلتنا كلهم ولاو معبيين وتهناو مثلا تو كما قالوا في التلفاز باش نشوفوا التلفاز في اخر اكتوبر هي تو الميسره كما يقول معناها تو العطل حتى الاجنبيه فهمت ولا الناس تحب تجي وزاد كذلك كل عطل هذو الناس كل تحب تجي واذا كان فما سؤال معناها قالوا سي لا اشكون اعداء تونس بصح
هو أعداء هو أعداء تعرف جريدية تعرفوا جريدية قداش معناها موجودين معناها خارج الجريد اللي هي 100,000 فما 250,000 جريدي وكانوا كلهم يولوا يجيبوا عائلاتهم ويجيوا ما تنجموش تتصور وحاجة أخرى زاد كما في الحكاية الواحد فما فيلم بتاع وقت ديما يعجبني بتاع إسماعيل ياسين حد سينما فانتوا لا وكتب معناها فوق الوحدة الدخول مجانا تعبى سينما ولكن وقت جاء خازي الخروج بالخلاص انت ما تجيبش انه سبب من مليون و500 يجي يعملوا بلاش شايف معناها نعبي طيارات ونجيبها بلاش بون سي اون هيبوتيز معناها كيف يجيو هالناس هذوما كيما يعبيو وماش يصرف وقتها كيما دايور مش هيك وهذه الاكسبيرونس تعملت من الاول في السياحه نتاع اسبانيا وقت تاخذ معناها ترونسبور ارخص شيء وقت يجي يشد ويعطيه العصا تركيا تركيا سيدي الشرقي فهمت الكل هذوما يسميو معاها لي مزيور داكومبانيمون اللي ما قامتش بيهم التو لا ما عمرها فهمت وصلت معناها توا حكايه دار شرايين راهيين ما تعرف شنو المشاكل نتاعها يلزمها تتحل يلزم معناها الكومبلكس هذاك وقلت له نعطيه يلزم على خاطر تو يبدا ديفيسيل ولكن يلزم معنا ديما المتاحف نتاع تونس كامله فهمت ولا كلهم ديفيسيتات وسيلفونسيون ولكن المنفعه ساعات يعني علاش تعطي الدوله سيلفونسيون اذا كان فما مصالح اخرى هذا اللي حب والكل ان شاء الله جريديه الكل يد واحد وكما قال يلزم نعمل فهمت ولا لا معناها كوميسيون مش تعطي هي بيدها الحلول فهمت ولا لا جديد وراه اسمع اذا كان فما الياس وحتى حد ما فما امل وهكا كل يجي يمشي ناحيه الطيارات مش كيف لا تقعد تموت بالشر كلكم علاش باش يصير كوميسيون سي اون سوليسيون هذا مسؤول معناها كنت باش نحي ونعمل تي فوريان تمشي على بعض ولا سي سا سكي لا ساعات يحط واحد يحط وزير يجي فشنو هذه سكر هذه اعمل حاجتي بيك انا نحط معناها اورديناتور فهمت لا تو ينحي الخايب ينحي الواحد سي فو دي جون اون بليس معناها دي جون كوراجو وياخذوا مسؤولياتهم وياخذوا قرارات مش وهذه تو الحل الوحيد راهو قلت معناها الواحد للسياحه الصحراويه يلزم يخرج قرار يعني راح باش تمسح الديون تتمسح لا لا مش تعاود تخلق الحماس مش على خاطر انا لازم نكون مشاريع قلت نعطيها ولا فرق اما مش تمشي معناها المشاريع يلزم تفسخ الكل هد. مش عاد لازم يحط كل كم 3000 3 مليار 500 مليون انت لا مش متخلصهم حتى يستحيل معناها عقلا ماتيماتيكمون بيرسون نو بو بيي سابت وكذلك في الفلاح زي ما مشى عندك مليار و 500 مليون وكان ايش يصير يستحيل الفلاح ينجم يخلصوا انت فسخ فسخ مش بتعطي فلوس انت سي كيستيون ديكريتور تو تشوف كيفاش تخلق الحماس وتشوف كيفاش الناس تولي تخدم وكوم سا يفرون دي ميراكل وهذاك مهرم وليكزومبل كما قال تاع تركيا هو يفو لو بروندر كوم اكزومبل والناس كي وقت يقولوا نشجعوا نشجعوا بور دو فري فهمتوا لا ويس معناها ناس قد قد فهمتوا لا هادشي كيما قال سي حشاد سي حشاد باك تقول له اني لا لوتيل نتاعك بينيفيسيار ولا لا خلصت ديونك ولا لا باك كل ما خلصت انا بيت ما ديما نعاودها ولو ما تكلمتش على روحي انا جاي 7 مليون دو دينار معناها دو دانتيري معناها دو كريدي خلصت أربعة توا وليت مسافر في 25 يعني هذاك الماكينة تخدم لازم تيرو والباك تقول خدت ويستحيل نجم نخلص لا أنا واحد كي دونك أكوا سا سير معناها سا ديفيان ريديكول ولذا كما قال لا ريجيون تاع جريد إلي سينيستري سينيستري معناها ناس كثرة السرقة والناس ما بداو يموتوا بالشرف وسي بوكوا يد بوكو لو فول معناها واحد يلزم انتفاضة اليوم ويلزم في الدولة لا ناس تدخل وراه واسمع سي الحكاية يلزم معناها لما كان جريز هي اللي تمشي مش حكاية فلوس واللي ما واللي يبقى يسخي لك حساب نو يلزم فما دماغات فهمت ولا عم في نزيد كنا حدوخ
عندك في تطاوين عملت مشروع اكستراوردينير تصروا لا دبر وقف. علاش وقف؟ على خاطر السيد الوالي مش يبدل كلمة مش يحط معناها عطاها كونسيسيون بور 45 عام مكتوب انيماسيون نقسم مش يزيد ايبرجمون هو كان اوتيل ايبرجمون هذيا واقفة تو وحتى معناها التوريزم يعني يقول لي ما نخلصكش معناها فما دي سيبونسيون مادام ما تبدلتش الواقع نتاع السيد الوالي مش يزيد كلمة ايبرجمون اش عاد جاب اش يجيب والله تو نعملوا لجنة فهمتوا ولا لا مش تشوف معاهم لك الدولة باش نجيب انت رئيس المجلس الجهوي تسيني توصل عاد بكلمة مش تزيد تمشي تسال وهي معناها في نص حكاية كذلك راهو جريد غني غني ياسر فهمت ولا لا وحتى حد ما يراه معناها سي كلوازيس نتاعه وغيره اللي انا ما فماش واحد استقبل اكثر رؤساء وعلماء وشعراء وادباء قد رؤساء الجمهوريات والملوك والامراء والغير وكلهم جاوا كلهم فرحانين دونك سي ان بروجي كي تيان اما يلزم ناس تعرف كاش تفكر وقت يفكر وزاده يبرن اكت ايزاجيس وبارك الله فيك. الله فيك.